ملخصة هذا العدد، نرحل بكم إلى مدينة فاس. الوداد الفاسي المنتشي بالانتصارات الأخيرة يواجه أولمبيك ريبكا. أولى الأهداف المخضرم عمر حاسي يركن الكرة في شباك محمدينا، تسديدة ارتطمت بأحد مدافعي فريق أولمبيك ريبكا. الرد جاء السريع قبل نهاية الجولة الأولى، خطأ فادح للحارس قاسي يستغله كوفي ميشاك ويسجل هدف التعادل. ننضم للفريقان في الجولة الثانية، يأتي هدف جميل، مراوغة جميلة من عمر حاسي يسجل الهدف 11 شخصي. عمر حاسي يحتل صدارة هدافي الدوري المغربي إلى حدود هذه الدورة. اللاعب الركان بإمكانه أن يضيف الهدف الثالث، لكن صمود مدافع فريق أولمبيك ريبكا كان في المكان المميز وصدوا هجمات فريق الوداد الفاسي. إذن فريق الوداد الفاسي ضيع الفوز خلال هذه المقابلة. وضد مجرى اللاعب وسام البركة يتلقى تمريرة جميلة من كوفي ميشاك ويسجل الهدف الثاني. مباراة انتهت بالتعادل الإيجابي، هدفين لمثلهما. الوداد الفاسي يضيع الفوز بمدينة فاس. مواجهة قوية بين حسنية أكادير رفقة بويلاس في مواجهة الجيش الملكي رفقة الإطار الجديد عزيز العامري. المقابلة كانت ندية في مختلف أجوائها. أولى المحاولات كانت من طرف فريق حسنية أكادير، ونسنتابع تسديدة والعارضة تصد تسديدة اللاعب ياسين البيساطي. إذا ياسين البيساطي كان بإمكانه أن يسجل أولى أهداف هذه المقابلة في الوقت البدل الضائع، تسديدة ارتطمت بالعارضة. وفي الجولة الثانية هجوم خاطف، المهدي الباسل يحول الهجوم إلى هدف ويركن الكرة في شباك حارس فريق حسنية أكادير. نتابع تمريرة جميلة والمهدي الباسل يتعامل بشكل ذكي مع هذه المحاولة. فريق حسنية أكادير رده كان سريع، أقل من 4 دقائق. أوسمان غواتا وتمريرة دائما من اللاعب المتألق ياسين البيساطي. أوسمان غواتا يعيد المقابلة إلى التعادل. مواجهة ملغومة تلك التي جمعت بين الكوكب المراكشي والمغرب الفاسي. صعب التكهن بنتيجة هذه المقابلة. حضور جماهيري كبير كالعادة عودنا الجمهور المراكشي في مساندة فريق الكوكب في أقوى اللحظات. الكوكب استمر في الضغط، تمريرة من لاسين كوني دائما وراء كل التمريرات الثابتة وتألق حارس فريق المغرب الفاسي في صد كل المحاولات. هجوم مضاد الآن، فلافيو يضيع وتسديدة ولكن بدون إزعاج. مراد عيني الآن يسدد، وجانبا دائما حارس فريق المغرب الفاسي كان في المكان المناسب. حمزة بودلال دائما يصد كل التسديدات وكل المحاولات لفريق المغرب الفاسي. مقابلة عرفت حضور تكتيكي كبير بين فتحي جمال وعبد الهادي سكيتوي. اللقاء ينتهي بالتعادل السلبي 0-0. قمة أسفل الترتيب هو العنوان الأبرز لهذه المواجهة. فريق أولمبيك آسفي في مواجهة وفي محنة عصيبة يواجه فريق النادي القنيطري المنتشي بالانتصار الأخير أمام فريق أولمبيك ريبكا. فريق أولمبيك آسفي يعرف جيدا بأنه أي هزيمة أخرى يعني الذهاب إلى القسم الوطني الثاني قبل أي دورة. فريق النادي القنيطري حاول تهديد وسط اللاعب يوسف الخليفي، مباراة كانت يسودها الحيطة والحذر من الطرفين. المهدي النمني الآن يسدد وتمر جانبا، تسديدة المهدي النمني مرت جانبا. استمر فريق النادي القنيطري في الضغط على فريق أولمبيك آسفي الذي كان يحضر بشكل جيد على مستوى خط وسط الميدان. المهدي النمني يمرر الآن ورد فعل سريع لدفاع فريق النادي القنيطري، وهنا يأتي الهدف. اللاعب نبيل كولاس يسجل هدف الفوز. صمت رهيب في مدرجات فريق النادي القنيطري. بالمقابل عشرات من المشجعي فريق أولمبيك آسفي تفاعلت إيجابا مع هذا الهدف.
فوز فريق أولمبيك أسفي بهدف لصفر أمام النادي القنيطري فوز مصعب. إحدى أقوى مواجهات هذه الدورة، فريق الرجاء البيضاوي مساند بجماهير عريضة، أكيد بأنه الفوز في الديربي انعكس إيجابا على معنويات الرجويين، متصدرين الآن الترتيب ويطمحون على بعد ثلاث دورات من نهاية البطولة. أولى هجمات فريق الرجاء البيضاوي ودائما من الجهة اليسرى، وتدخل عصام بدا، محسن متولي، رشيد سليماني، ياسين الصالحي، عمر النجدي، أحد أبرز لاعبي فريق الرجاء البيضاوي. هجوم الآن وتدخل دفاع فريق اتحاد زمرخ ميسات، محسن متولي الآن يبحث عن المراوغة، يراوغ، يحاول التمرير، فرصة، ياسين الصالحي يسدد، والنجدي يسجل الهدف الأول في الأنفاس الأخيرة. مركب محمد الخامس يتنفس الصعداء، جماهير الرجاء تفاعلت إيجابا مع هذا الهدف، هدف صنعه محسن متولي، مرة باتجاه ياسين الصالحي وعمر النجدي حوله إلى هدف. ننضم الفريقان في الجولة الثانية، استمر الضغط الرجوي، هجومات مضادة لفريق الزموري كانت تتميز بالخطورة، دائما الفتيحي مركز الخطورة من فريق الزموري. هجوم الآن رشيد سليماني، وتمر جانبا وتدخل بطولي لعصام بادا، فتيحي يسجل هدف التعادل، نزل كالماء البارد على الرجويين. هشام الفتيحي ضد مجرى اللعب يسجل هدف في الدقيقة 85، التعادل الإيجابي بين الرجاء واتحاد زمرخ ميسات. وغير بعيدا عن المركب محمد الخامس، نذهب إلى ملعب العبدي، فريق الدفاع الحسني الجديدي يواجه فريق شباب المسيرة، فريقان بطموحات مختلفة ومتباينة. فريق شباب المسيرة يسعى للهروب من المنطقة المكهربة، في حين فريق الدفاع الحسني الجديدي يطمح من أجل تحقيق الفوز. ضربة جزاء أتيحت لفريق شباب المسيرة، أمين بقالي يترجمها إلى هدف. إذن الجولة الأولى انتهت بفوز فريق شباب المسيرة بهدف للصفر. فريق الدفاع الحسني الجديدي عليه أن يستغل نتيجة مباراة الرجاء والوداد. استمرت هجومات فريق الدفاع الحسني الجديدي، تعذب كثيرا من أجل الحصول على هدف التعادل. كروشي الآن، وخطأ في الدفاع، رضا الرياحي والشباك داخل المرمى، رضا الرياحي يسجل هدف التعادل. فريق الدفاع الحسني الجديدي يمكن أن نعتبر أنه ضيع الفوز خلال هذه المقابلة أمام الصمود فريق شباب المسيرة. المباراة تنتهي بالتعادل الإيجابي، هدف لمثله، نتيجة لا تخدم مصلحة الطرفين. وعن مؤجل الدورة 27، الفتح الرباطي المشارك في كأس الاتحاد الإفريقي يواجه فريق الجمعية السلوية. فريق الفتح الرباطي مطالب بالفوز خلال هذه المقابلة من أجل عدم الدخول في الحسابات الضيقة خلال الدورات الأخيرة، تنتظر مقابلات صعبة. استمر ضغط فريق الفتح الرباطي إلى حدود الدقيقة 30، دائما تبادل الهجمات بين الطرفين. المستوى العام للشوط الأول عرف مستوى جد متوسط. فريق الفتح الرباطي كان هو السباق للتهديد، وحسن يوسفو، حسن يوسفو كان بإمكانه أن يسجل هدف لكن تسديدته لم تكن مركزة. استمر ضغط فريق الفتح الرباطي أمام الصمود الفريق السلوي الذي يلعب بالنار، أي هزيمة تضعه أكبر وأكثر من أي وقت مضى داخل القسم الوطني الثاني. عيت بالله وتدخل خالد فهامي. نحن الآن في حدود دقيقة 68، فريق السلوي يحاول الهجوم، تمريرة ولكن من كوفي تمر جانبا. مباراة عرفت مستوى متوسط وندرة من الهجومات. تمريرة تريكي في اتجاه سويد دريس، السويد البديل خلال الجولة الثانية يسجل أولى أهداف هذه المقابلة. عمل جبار من البديل الآخر عادل المسكيني، وتمريرة ممتازة من تريكي جمال سويد دريس يسجل هدف الفوز. إذن ثلاث نقاط مهمة لفريق الفتح الرباطي.
23 حسنية كدير تتعادل إيجابا أمام الجيش الملكي. الكوكب المراكشي يتعادل سلبا أمام المغرب الفاسي. أيضا التعادل إيجابي في مباراة وداد الفاس والأولمبيك خريبكا. الرجاء كذلك تتعادل بهدف لمثل أمام تحزم الخميسات. المغرب التطواني يفوز على الوداد البيضاوي بهدف للصفر. الدفاع الحسن جيدي يتعادل أمام شباب مسيرة هدف لمثل. الفتح الرباطي يفوز على الجمعية الصربية بهدف للصفر. بنفس النتيجة يفوز أولمبيك أسفي على نادي القنيطري 13 هدف هي نتيجة أو هي حصيلة الأهداف. إذا دائما في صفورة الترتيب الرجاء دائما في الرتبة الأولى يليها الوداد. الدفاع الحسن جيدي في الرتبة الثالثة. الكوكب في الرتبة الرابعة. المغرب الفاسي خامسا. حسنية أكادير سادسا. الجيش الملكي سابعا. أولمبيك خريبكا ثامنا. في